جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما هي الأشياء المسموح للخاطب رؤيتها من المخطوبة؟ وهل يجوز له زيارتها في كل أسبوع والجلوس معها في وجود محرم؟ وما المسموح له برؤيته منها أثناء الخطوبة؟ وكتاب تنصحوننا بقراءته في الخطوبة والزواج وإلى غير ذلك من الأشياء المتعلقة بالزواج، جزاكم الله خيرا. رخص للخاطب إذا استجاب له ولي المرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى الزواج منها ويرغبه فيها، كالنظر في وجهها وكفيها، بشرط أن لا يكون ذلك بخلوة بينهما، وإنما يكون بحضرة وليها أو حضرة من تزوله به الخلوة، ولا يزيد على هذا، لأن النظر رخصة فلا يزاد عليها ولا يتكرر ولا يخلو بها، فإن هذه محاذير عظيمة. وأما الكتاب فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الواردة في كتاب النكاح من بلوغ المرام وغيره من كتب الحديث، وفي كتب الفقه أيضا، كتب الفقه في كتاب النكاح أيضا جملة من أحكام النكاح وأحكام الخطبة والمستحبات وما ينبغي في هذا الصدد. نعم.